الهدف في اول 5 دقايق مضيعين جونين سهلين جدا جدا. انما الحمد لله رب العالمين ان اللعيبه قدروا في الشوط الثاني والشوط الاولاني برضه احنا هاجمنا وضيعنا اكتر من فرصه، ولكن في الشوط الثاني الحمد لله قدرنا نهدي اللعيبه والحمد لله دخلوا في الماتش بسرعه بعد يمكن 7-8 دقايق جبنا هدف وده كانت ميزه كويسه ان احنا تعادلنا بدري، هدينا اول ما تعادلنا هدينا والاداء بقى فيه هدوء فده ادى الى الهدف الثاني. ويمكن احمد علي ضيع فرصه سهله بعد الهدف الثاني حطها في القائم برضه من انفراد. فالحمد لله اللي مطمننا ان الاداء الحمد لله من ماتش لماتش بيبقى احسن يعني، فطالما الاداء كويس النتيجه هتيجي ان شاء الله باذن الله. النهارده انت عملت تغيير في التشكيل كابتن محمود، حطيت احمد علي وخرجت عمر جمال ربما لاول مره من 3 اسابيع، كان ايه وجهه نظرك؟ والله اقول لحضرتك كابتن، طبعا عمر بقاله بالظبط 2 سنين بعيد عن الملاعب مظبوط، فصعب جدا في ضغط المباريات ده عمر يتحمل كل 3-4 ايام مجهود 90 دقيقه يتعور يتعور عليه. النهارده خصوصا ان انا حسيت ان هو اداؤه كان في ماتش بتروجيت كان كويس قوي، ماتش الجونه في الشوط الاولاني كان كويس، قل شويه في الشوط الثاني، ماتش الاتحاد يمكن كان اقل شويه، فده شيء طبيعي طبعا. صح، لعيب بعيد بقاله 2 سنين فما ينفعش ياخد ورا ماتشات ورا بعض. فيمكن دي كانت وجهه نظر النهارده، وكنت هو واحمد سمير كمان كان برضو وجهه نظر ثانيه ان الاثنين ينزلوا يعملوا جبهه ناحيه الشمال، والحمد لله برضو نزل احمد سمير وبعديه عمر وقدم مباراة كويسة الاثنين الحمد لله. مبروك يا كابتن وبكل توفيق ان شاء الله. شكرينا كابتن. شكرا جزيلا. قبل ما عايز كنت عايز تقول حاجة سريعة. هتكلم على حسني عبد ربه. قولك.